نرحب بحضراتكم من جديد. زي ما كنا بنتكلم معاكم في بداية الحلقة النهاردة، أنا وشاذلي، عالم الافتراضي في السوشيال ميديا زي ما في إيجابيات كتيرة ما ينفعش ننكرها، لكن في نفس الوقت كمان في سلبيات للأسف كتيرة وبرضه ما ينفعش ننكرها. سلبيات يعني شفنا مؤخرا بقى ملهاش أول من آخر، خصوصا المشاكل اللي بتقع وبتتعرض ليها بعض السيدات والبنات زي الابتزاز الإلكتروني، عمليات الاحتيال اللي بتتم على صفحات السوشيال ميديا. عشان كده معانا النهاردة طبعا يعني ضيف وضيفة عزيزة جدا علينا دايما في صباح الخير يا مصر، هتوضح لنا كده في خلينا نقول روشتة قانونية ازاي السيدات والبنات المصرية تقدر تحمي نفسها ضد هذا الابتزاز الالكتروني. معانا طبعا المحاميه مها ابو بكر. صباح الخير عليكي، منورانا. صباح الخير. صباح الخير، منوره. صباح الهنا. بقينا بنشوف حالات كتير جدا، ويمكن الحقيقه انه خلينا نقول انه الاحتيال في تنكين تركيب صور او تركيب حتى فيديوهات، سرقه ملفات شخصيه من على اي موقع من مواقع التواصل الاجتماعي دلوقتي بقت بسيطه جدا. يمكن لو حد عنده ابلكيشن، تطبيق معين على الموبايل، يقدر يعمل كذا حاجة من الحاجات اللي احنا قلناها من يعني من الحاجات اللي احنا كنا بنتكلم فيها دلوقتي. سؤال حضرتك، أول ما بنت تتعرض لابتزاز أيا كان نوعه، مفروض تتصرف ازاي؟ أول حاجة لازم متخافش، لازم تبقى فاهمة ان هي الضحية دي أول حاجة، وان هي بإبلاغها أو ان هي بتاخد موقف إيجابي هي بتحمي الحقيقة ضحايا محتملات، وانه لو ده ما حصلش هي هتبقى مشاركة في الجريمة اللي ممكن تحصل لغيرها بعد كده من هذا الجاني، لانه الحقيقة الجاني اذا لم يرتدع هو بيستمر في جرائمه وبيتوحش كمان. فدي اول خطوة بالنسبة للبنت. بالنسبة للاهل لازم يدعموا البنت، لازم يكون في دعم قوي. انا بحيي حضرتك على النقطة دي الحقيقة. لازم ندعم بناتنا، ولازم نكون احنا السند، احنا الظهر لبناتنا. فما يصحش ابدا يبقى مصدر الخوف هو مصدر صحيح. الامان يعني امتى انقلبت يعني الموازين القيم بالشكل ده او اختلت يعني. فدي اول حاجه، قولي لاول حد في البيت انت بتثق فيه ان انا عندي مشكله، احكي له المشكله. لو كان طبعا تحت السن، لو فوق السن اللي هو السن طبعا اللي هو تحت 21 سنه او تحت 18، تحت 21 اللي هي قاصر، تحت 18 اللي هي طفله، لكن بالمناسبه من حقها برضه تبلغ. يعني هي ليها الحق حتى لو طفلة تحت 18 أو 15 أو خلافه. يعني دايما إحنا بننصح أولادنا لو حسيت بالخطر في رقم سهل أو بتتصل بيه اللي هو 16000، ده خط نجدة الطفل. وبالتالي حتى لو تحت 15 أو 18 بنوصي أولادنا بحاجة بالشكل ده، اتصل بخط نجدة الطفل وقول له أنا بتعرض لخطر. في الأسرة المفترض أنه الشخص اللي هي بتبلغه عنده أكتر من طريقة للإبلاغ. الطريقة الأولى طبعاً أنه عندنا خط 108 اللي هو متعلق بيه جرائم الإنترنت وتقنية المعلومات. الطريقة الثانية أنه نروح لأقرب قسم شرطة. الطريقة الثالثة أنه إحنا ممكن نبلغ عبر خدمة الواتساب للنائب العام. الطريقة الرابعة أن إحنا نروح مباحث الإنترنت. مباحث الإنترنت هي موجودة في القاهرة في العباسية وموجودة في كل المحافظات في أماكن محددة سلفا. يعني لو أنا روحت قسم شرطة وسألت فين مباحث الإنترنت هيدلوني عليها. هي مباحث الإنترنت بتقص عندي خطوة، الخطوة اللي هي يبدأ المعمل محضر في الاسم، والاسم بعد كده هو اللي يبعت المباحث الإنترنت. لا أنا بروح على طول أعمل في مباحث الإنترنت. طب أنا هلف على كل هذه الخطوات ولا يعني ولا خطوة تغني عن الباقي؟ لا، واحدة منهم تقدر إن هي تغني عن الباقي، لكن احنا عندنا طبعا للاسف في اجراءات، والاجراءات دي بتاخد وقت طويل. وسبب الوقت الطويل ان احنا حتى اللحظه ما خلصناش المشروع المتعلق بالحكومه الالكترونيه. احنا عندنا امل كبير انه احنا ماشيين واخدين خطوات سريعه في هذا الامر، لكن نتمنى يبقى اسرع كمان، لانه اقل بلاغ النهارده له علاقه بجرائم الانترنت ممكن ياخد سنه فحص فني. فحص فني سنه، طب هذا الجاني هيعمل كام جريمه؟ لا يقل خطورة عن أي جريمة بنشوفها. بالظبط، هيبتز كام بنت؟ نفس البنت اللي حصل عليها الابتزاز ممكن يعملها كام صفحة صحيح. مثلا فيك أو حاجة بالشكل ده. فبالتالي نتمنى أن يكون أسرع من كده شوية. طيب أستاذة مها، يعني إحنا بنتكلم إن حالة الابتزاز الحقيقة بتبقى ليها يعني مقسمة في عدة جناه فيها. صحيح. ان كان الشخص اللي ابتدى ان هو مثلا، لو هنتكلم في حاله الابتزاز من ناحيه تركيب الصور، بما انه طبعا الحادثه اللي حصلت مؤخرا تمام. عندنا اشخاص بركبوا صور وعملوا يعني ايا كانت القصه، وكلنا طبعا عارفينها بدون الدخول في تفاصيل، وبعد كده بقى في
شخص زي المدرس اللي كمان كمل تنمر، وبعدين شفنا مثلا اشخاص، حتى في لو في اشخاص معروفه بعينها او الاشخاص الاهالي اللي في القريه، يعني كل دول شركاء في الجريمه. صحيح. عايزه اسال حضرتك، هل في مواد قانونيه تقدر انها تجرم كل الاشخاص دي، كل الجناه دي، ان هم مشاركين في الجريمه؟ طبعا حقيقي. خلينا نقول انه الجريمه الاولى المتعلقه بالحصول على صورها ابتداء دي 6 شهور، مش اقل من 6 شهور حبس. الجريمه الثانيه الحصول على صورها اللي هي العاديه، الصوره الشخصيه، الشخصيه العاديه جدا، مش بعد تركيبها او كده. لا، بعد تركيبها تصل الى 5 سنوات ان هو استخدم تقنيه. طب الحصول على صورها، على صورها ابتداء 6 شهور بعد تركيبها او استخدام برنامج التقنيه لاي حاجه ليها علاقه بتغيير في الصوره تصل حتى 5 سنوات. الجريمه من شخص او اكتر تصل حتى 5 سنوات. دي حاجه كمان. الواقع بتاعت التنمر بتاعت المدرس فيها ظرف مشدد. ليه؟ لانه صاحب ولايه. صحيح. على البنت. يعني لو هو حد عادي تنمر ممكن ياخد سنه، ممكن ياخد 6 شهور، لكن بما انه صاحب ولايه على البنت، لان هو المفروض مصدر الامان زي ما كنا بنقول من شويه، تضاعف العقوبه تصل حتى 2 سنين. وبالتالي كل الناس اللي كانت السبب في الدفع، يعني البنت دفعا الى هذا الخيار او هذا الحل بعد الضغط النفسي اللي تعرضت ليه، يعني لازم يتحكموا ويصلوا الى تحت طاوله العقاب. هتفرق في العقوبه بتاعتهم سواء البنت انتحرت او ماتت او لا؟ لا، عقوبتهم واحده حتى سواء. اللحظه للاسف ما فيش عندنا يعني حاجه في القانون تقول انه اللي دفع البنت للانتحار ممكن يتعاقب مثلا بانه هو سبب في القتل مثلا. لا، حتى اللحظه ده كان سؤالي فعلا. لا، حتى اللحظه ده مش موجود في القانون في الحقيقه. لكن طبعا هي تعرضت لايذاء نفسي كبير جدا منهم، لكن الايذاء النفسي داخل تحت العقوبات اللي اتكلمت عنها اللي هي التنمر واللي هي التحرش. طبعا هنا في تحرش والحصول على منفعه جنسيه، قصد الحصول على منفعه جنسيه، ودي بالمناسبه بقت جنايه في القانون الجديد. لكن هنصطدم هنا انه الجاني طفل، وبالتالي ده كان سؤالي التالي لحضرتك. هننزل حد العقوبه انه هيعاقب على انها جنحه مش جنايه، لانه طفل، وكمان اعتقد انه تحت 15 سنه. طيب جنحه، هذا الطفل يدخل الى اي مركز لاعاده تاهيل؟ طبعا ده اللي بيتم تعامله. صحيح ان هو بيقضي العقوبه في احد مراكز التاهيل. صحيح. لكن هنا كمان للاسف ما فيش عقوبه للاهل. يعني مفترض في الحالتين الحقيقه، سواء اهل البنت أو أهل. ده بقى نقطة مهمة جدا، بعيدا عن القصة دي، لأنه برضو دي حاجة لا يعلمها إلا الله. بعيدا عن القصة دي تاني بأكد على الموضوع ده، لو في فتاة تعرضت للابتزاز، طبعا احنا عارفين الأهل، احنا للأسف في بعض خلينا نقول بعض الأوساط عندنا بتبقى أهم حاجة، أهم من البنت نفسها كلام الناس. صحيح. وفضحتنا قدام الناس أهم من أي شيء. لو البنت تعرضت للابتزاز زي ما احنا اتكلمنا في كل ده، وكمان تعرضت لإيذاء نفسي وجسدي من أسرتها، إذا جسدي هنتعامل هنا بمنطق جريمة عقوبة الضرب، وإنه الضرب ده وصل لحد فين؟ هل أفضل موت؟ هل كان تعذيب؟ هل كان حاجة بشكل، فعلى حسب الواقعة نفسها. كمان حطيتي إيدك على نقطة مهمة جدا أستاذة جمانة، المتعلقة بإيه؟ إنه عقوبة العنف الأسري زيها زي عقوبة إن حد غريب، بمعنى إنه البنت لو اتضربت من حد صاحب ولاية عليها بياخد نفس العقوبة بتاعت لو حد ماشي في الشارع. معنى ان انا باباها ان انا اضربها عادي. يعني بالظبط، دي نقطة مهمة جدا. مش بس باباها يا استاذ شاذلي، خلينا نقول انه اي حد صاحب ولاية اللي هو اسوة بالتشديد في العقوبات المتعلقة بالتحرش والاغتصاب وكذا، اذا في حد صاحب ولاية عندنا تشديد، ليه بنشدد؟ لانه اصل فلسفة التجريم او القانون الجنائي انه الخروج على الفطره الانسانيه. طيب الخروج على الفطره الانسانيه ان هو مصدر الامان، هل هو مصدر الامان فقط في حاله التحرش او الاعتداء او الاغتصاب او حاجه بالشكل ده، وهو مش مصدر الامان في حاله الضرب؟ لا، هو برضه مصدر الامان. صحيح. لذلك لابد من تشديد العقوبه في النقطه دي، ايا كان مين صاحب الولايه، كان اب، كان اخ، كان ابن، كان زوج، كان مدرس، كان محافظ للقران، اي ما يكون خادم متروك لي يعني امر البنت او الطفل ان هو يرعاه، لابد ان يكون في بالظبط فكره مصير. الولايه، فلابد ان يكون في تشديد في العقوبه في هذا الامر. ده مش موجود للاسف. طبعا يعني احنا اصحاب مصلحه مجتمعيه في الموضوع ده، ان في الاخر ان هذه الاسره اي ما تكون اللي حصل فيها الايذاء للطفل او الاسره الثانيه اللي الاطفال ما تنشؤوش تنشئه سليمه، وبالتالي طلعوا اذوا المجتمع في صوره البنت او غيرها،
ان الاسرتين دول في الحقيقه هم مسؤولين امام المجتمع، لاننا اصحاب مصلحه مجتمعيه في مستقبل. صحيح. الطفل مش ملكهم، الطفل ملك المجتمع. جمانة كانت بتسالك عن تعدد الجناه، الوسيط ما بين اللي ابتز الشخص والقام اللي هو حصل على الصور الاصليه وقام بتركيبها وبقى وسيط ما بين الشخص اللي تم ابتزازه والشخص اللي ابتز، ده ليه عقوبه؟ اللي هو وصل الصور، اللي وصل الصور للشخص اللي قام بعمليه الابتزاز 6 شهور، ان هو ده اللي انتهك بالاساس يعني تفاصيلها الخاصه واخد حصل على الصور ده 6 شهور. يعني لو حد هكر حسابي مثلا وخد صور ياخد 6 شهور؟ 6 شهور لا تقل العقوبه، لا تقل عن 6 شهور، لا تقل، تزيد، قد تزيد. لكن تصل لحد كام مثلا؟ لا يعني ما دام حبس تصل حتى 3 سنوات. في حاله الحبس عندنا من 6 شهور حتى 3 سنوات. لكن اللي ركب اللي هو بقى الشخص الثاني ده من 2 لـ5 سنوات، ده حتى لو ملوش علاقه اصلا بحاجه، يعني هو لو مجرد واحد ركب صور ده شغله. يعني في ناس ظريفه كده فعلا دي شغلتها، ان دي فهلوه يعني ان هو ياخد ويعمل فيديوهات وحاجات بالشكل ده، اللي هو بقى اللي رفع على الانترنت ونشر، ولا هو اللي حصل على الصور، ولا هو اللي ابتز، بس مجرد ان هو استخدم برنامج تقني من 2 لـ5 سنوات. طيب في كمان نقطة مهمة جدا يا فندم، فكرة أو نقطة الأدلة. أنا دلوقتي على سبيل المثال كلمت أو طفلة أو طفل كلموا خط نجدة الطفل مثلا، تمام، واشتكت إن هي بتتعرض لعنف أسري، أو لو بنت بتقول أنا بتعرض لجريمة ابتزاز، أنا محتاجة أقدم إيه أو يكون عندي إيه من الأدلة عشان أقدر أؤيد كلامي؟ طيب دي نقطة مهمة جدا، إنه بناتنا بيخافوا اول ما يكون عندهم حاجه بالشكل ده يمسحوها، يعني يحذفوا زي ما يكون اي شكل التهديد او شكل الابتزاز او كذا. مهم قوي ان انت تحتفظي بالحاجات دي، لان هي دي الدليل اللي هتوصل للجاني. دي اول حاجه. الحاجه الثانيه، في ما هي هي قبل ما اروح للحاجه الثانيه، هي بتحذفه عشان خايفه من اهلها. صحيح طبعا. اكيد، ما عشان كده قلنا من البدايه لازم يكون في دعم من الاسره، ولازم هي ما تخافش من اهلها، ولازم الاب والام والموجودين في الاسره يدوها الدعم النفسي الكامل عشان يقدروا ياخدوا حق بنتهم ويحموا المجتمع من ضحايا محتملات. وبالتالي فكره ان هي البنت تخاف ابتداء، اول حاجه لازم ما تخافش. كمان يا استاذ شاذلي لازم هي تفرض فكره ارادتها في عدم الخوف، لان هي غير مذنبه. لازم بناتنا، يمكن انا وشاذلي كنا بنتكلم فعلا في النقطه دي من شويه، ان هي البنت اللي بتتعرض، احنا عارفين هي صعبه، احنا بنتكلم في حاجه صعبه مش سهله، خاصه لما تكوني متواجده في مجتمع هو مبدئيا بيصدق. صحيح. مبدئيا. صحيح. لكن طول ما انت فعلا مش مذنبه اقفي وقولي لا انا ما غلطتش، وانا ده حقي كذا وحقي هعرف اجيبه. صحيح. يعني وده طبعا لازم برضو دعم اسري. لا. ولكن برضو لو ما فيش دعم اسري لازم تكون انت كمان يعني عندك خلينا نقول عندك قوه الشخصيه ان انت تقولي انا ما غلطتش. خلينا نقول يا استاذ جمانة ان الجيل الحالي الحقيقه هو افضل من اجيال وعقود سابقه. يعني احنا بقالنا فتره فكره اتكلمي ما تخافيش شغاله بشكل حقيقي، بدعم كبير جدا من الدوله، بدعم كبير جدا من النائب العام، بدعم كبير من بعض الاسر اللي عندها وعي. لكن الحقيقه الاسر حتى اللي ما عندهاش وعي، لو عندنا البنات شخصيتها قويه تقدر ان هي تفرض عليهم هذا الامر، انه انا في الاخر مش مذنبه وانتم مسؤولين معايا. صحيح صحيح. نجيب على حقي على الاسره وعلى الشخص نفسه اللي بيقوم بعمليه الابتزاز. اعمل اللي انت عايز تعمله. يعني هي لما بتاخد دعم الاسره بتقدر كمان. صحيح. تبقى في مواجهه هذا الشخص. مهم قوي يا استاذ شاذلي اللي انت قلته المتعلق بيه، الشخص اللي بيبتزها هي لازم ما تحسسوش ان هي خايفه. لازم، لان هي كل ما حسست ان هي خايفه كل ما هو بيتوحش. هي لازم تحسسه انا ما عملتش حاجه، دي مش صوري او دي مش تفاصيل تخصني. صحيح. انا هقول لاهلي. انا مش هسيبك، انا هبلغ، انت هتتحاسب. طبعا. في عقوبات قانونيه، حاجات تخوفه طبعا، الدوله واقفه جنبي، حاجه مهمه جدا. طبعا احنا بنشكر حضرتك، شكرا جزيلا. محاميه مها ابو بكر، ودمتي ضيفه عزيزه علينا في صباح الخير يا بصر. شرفتيني.